إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر فألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثوا الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن معالم الأخوة الإسلامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للمسلمين مع بعضهم البعض. ومن الجدير أن يذكر بعضنا بعضا بآيات القرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الفينة بعد الفينة، أو المرة تلو المرة، بهذه الآيات وبهذه الأحاديث، لأن ربما البعض يتناساها مع شواغل الدنيا وصوارف الحياة، فنعيد إلى أنفسنا معنى المودة والرحمة التي تكون بين المؤمن وأخيه المؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يحفظه معظمنا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن معالم الأخوة، أو من طرق، أو من الوسائل التي تقوي الأخوة بين المؤمن وأخيه المؤمن، أو بين المؤمن وإخوانه من المؤمنين، العفو والتسامح. يعني نحن نعيش في هذه الحياة، نحن لا نعيش فيها ملائكة، وإنما نحن بشر نخطئ ونصيب، من ممكن أن يخطئ بعضنا في حق البعض، فينبغي على الآخر أن يعفو وأن يصفح وأن يسامح، لأن هذا مطلب قرآني. قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم. وقال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومما ينسب إلى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله ذنوب وخطايا، فإن أردت أن يغفرها الله عز وجل لك فاغفر أنت للناس، وإن أردت أن يسامحك الله فسامح أنت الناس، وإن أردت أن يعفو الله عز وجل عنك فاعفو أيضا أنت عن الناس. ومن أهم الأمور التي تساعد على تقوية الأخوة بين المؤمن وإخوانه من المؤمنين سلامة الصدر. وسلامة الصدر في الأساس تكون بناء على الأمر الأول الذي ذكرته، اللي هو العفو. يعني الإنسان لن يكون سليم الصدر طالما أنه لم يعفو ولم يصفح. فإذا عفا وسامح وغفر وصفح الصفح الجميل، فبالتالي يكون صدره سليم وقلبه نقي، وهذا هو المطلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة الصدر معناها نقاء القلب وخلوه من الحقد والغل والبغضاء. فسليم القلب والصدر هو من سلم وعوفي فؤاده من جميع أمراض القلوب وأدوائها، ومن كل آفة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. وسمي القلب صدرا لحلوله به. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويقول عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو القلب السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم هو القلب الذي سلم من هذا وهذا، أي سلم من الشهوات ومن الشبهات.
والله سبحانه وتعالى يرغبنا في سلامة الصدر فيقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود في السنن وإن كان في إسناده ضعف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث يؤخذ منه في الحقيقة أن الإنسان فينا ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، فحينما يتكلم معك إنسان في حق إنسان آخر فإنه يغر صدره أو يغر صدرك عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث الذي يعرفه معظمنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وإن كان الحديث ضعيف إلا أن المعنى فيه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل، أو هذا الرجل قال للصحابي الذي بحث في أمره: إنني حينما أنام أنام وأنا سليم الصدر، يعني ليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة بالنسبة للآخرين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، من أفضل الناس أو أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صاحب القلب المخموم واللسان الصادق. فقال: يا رسول الله، أما صاحب اللسان الصادق فقد عرفناه، فمن صاحب القلب المخموم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا إثم ولا حسد. ده قلب نقي تقي، ليس فيه غل لأحد، لا يحقد على أحد، لا يحسد أحد، لا ليس فيه ضغينة لأحد. ده هو القلب الصافي والقلب السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عن نوع من الناس الله سبحانه وتعالى أو فئة من الناس الله عز وجل يجعلهم يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. ولما جث رجل على ركبتيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم من أفناء الناس ونوازع القبائل تصافوا. تصافوا يعني ساد بينهم وبين بعضهم البعض الصفاء. في رواية لهذا الحديث: تصادقوا، يعني بدل كلمة تصافوا تصادقوا، يعني في بينهم صداقة وأخوة ومحبة وصفاء ونقاء، فلا يحقد أحد على أحد ولا يحسد أحدا ولا يحسد أحد أحدا على خير ما أعطاه الله عز وجل للآخر. فوضح إذن من هذه الآيات ومن الأحاديث أن من أعظم ثمرات وفوائد سلامة الصدر أنها سبيل لدخول الجنة، وأنها تكسو صاحبها بحلة الخيرية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس صاحب القلب المخموم، أي صاحب القلب النقي، وأنها راحة للقلب وسعادة له. ومن أهم الأمور التي تمنع المسلم من أن يكون صاحب قلب نقي وصدر سليم نزغات الشيطان ووساوس الشيطان. فالشيطان حريص على إغار الصدور وإفساد القلوب، لذا حذر الله عز وجل منه وأمر عباده بانتقاء القول. يعني حينما تتحدث مع الناس لابد وأن تتخير الكلام وأن تنتقي الكلام. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين. وذلك الإنسان ينبغي أن يتحكم في أحاسيسه ومشاعره، لا يتفوه بأي كلمة هكذا، وإنما ينبغي أن يختار للكلام الذي يتحدث به مع الناس. يقول الله سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لم يقل الحسن وإنما الأحسن، لأن في حسن وأحسن، زي مثلا جميل وأجمل، فالأحسن يختار الإنسان ليتحدث به مع الناس. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده الناس، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يحرش بين هذا وبين هذا، ويوقع العداوة بين هذا وبين إيه وبين هذا. ومن أهم الأمور أيضا التي تمنع المسلم من اكتساب أو أن يكون سليم الصدر التنافس على الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وخاصة التنافس في الدنيا يكون بين
من هم في مجال واحد أو نشاط دنيوي واحد. يعني لو كان مثلا الإنسان يعمل في مجال ما وآخر يعمل في هذا المجال فربما الاثنين يحقدوا على بعضهم أو يحسدوا بعضهم بعضا كأصحاب المطاعم أو أصحاب مثلا إصلاح السيارات أو أصحاب كذا وكذا مع بعضهم على سبيل المثال. يعني لأن التنافس في أمر دنيوي واحد ربما يؤدي ببعض الناس إلى إغار القلوب وسلامة الصدور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنافس في أمور الدنيا. وأيضا من الأمور التي تمنع المسلم من اكتساب سلامة الصدر حب الشهرة والرياسة. يقول الفضيل عليه رحمة الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وكره أن يذكر أحد بخير لأنه لا يريد أن يظهر أحد غيره، فبالتالي يتتبع عيوب الناس ويظهر عيوب الناس ولا يريد أن يذكر أحد بخير. يقول الفضيل: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وأيضا من الموانع التي تمنع اكتساب سلامة الصدر الاتصاف ببعض الصفات والتي من شأنها أن تغرى الصدور وتؤثر في سلامتها، ككثرة المزاح وكثرة المراء والجدال والعجب وغيرها. أما من أهم الأمور التي تعين المسلم على أن يكون صاحب صدر سليم وقلب نقي أن يحب للناس ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعدين ما الذي يمنعك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أو ما الذي يضيرك في هذا؟ فطالما أن الرزق مكفول وأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق الجميع، فيعني كرهك له في أمر ما لن يضيق عليك في رزقك في شيء ولن يوسع عليك في رزقك في شيء، فأحب للناس ما تحب لنفسك. وعليك أيضا أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك، لأن الرضا من أهم الأمور التي تجعل المسلم صاحب قلب نقي. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. لما الإنسان يكون راضي فيجعل الله سبحانه وتعالى قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أطى الله بقلب سليم. ثم قال: وتستحيل سلامة القلب. بلك من هذا الكلام لأنه كلام مهم. يقول: وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. يعني يستحيل أن يكون الإنسان صاحب قلب سليم وصدر نقي مع السخط وعدم الرضا، لأنه دايما فيه سخط وعنده عدم قناعة. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. ثم قال: وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله من كتابه مدارج السالكين. ومن الأمور أيضا التي تعين المسلم على أن يكون صاحب صدر سليم حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. كلنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طالما أن لها محمل من الخير فلابد وأن تحملها على محمل الخير ولا تظن شرا. وأيضا من الأمور التي تعين المسلم على أن يكون صاحب صدر سليم الإحسان، أن تحسن إلى الناس، فإن للإحسان تأثير عجيب في سلامة الصدور. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم يعني القريب منك، رغم أنه يضمر لك مثلا كرها ما أو عداوة ما ومع ذلك أنت تتصدق عليه، لأن هذه الصدقة ربما تكون سبب من أسباب من أسباب إزالة البغضاء فيما بينكما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي يضمر العداوة في كشحه وهو باطنه وخاصره. وقال الشاعر القديم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأيضا من الأمور التي تعينك على سلامة الصدر عدم طلب الشكر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تبالي بشكر من أنعمت عليه أو من أحسنت عليه. يعني إذا أحسنت للناس ولا سيما مثلا أقربك وأرحمك ولم يقابلوا هذا الإحسان
بالفضل والجميل، فأنت تحسن لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يؤكد هذا الملمح في القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد، ولذلك قال عز وجل: وما أسألكم عليه من أجر، وقال: قل ما سألتكم علي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقال سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لا. يعني كل إحسان تصنعه وكل معروف تقوم به تبتغي به فقط وجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وأيضا أن تدفع السيئة بالحسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن تترك العتاب على ما حصل من الأصدقاء والإخوة والأقرباء وغيرهم، يعني أمور حدثت في الماضي لا تعاتب، فاصفح الصفحة للجميل كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا إذا كان في العتاب مصلحة راجحة. وعليك أن تعمل على إصلاح ذات البين بينك وبين الناس، أو إذا كنت يعني إنسان لك شأن فممكن أن تعمل على إصلاح ذات البين بين الناس مع بعضهم للبعض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والآية التي بدأنا بها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم حينما يعدل بين اثنين، يعني يصلح بين اثنين، فهو له صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كظم الغيظ والعفو والصفح، كل هذه الأمور تؤدي بالمسلم إلى سلامة الصدر ونقاء القلب. وعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك سخيمة القلب، يعني كل الأمراض القلبية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. واسلل سخيمة قلبي، يعني الحقد في النفس والقلب. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر قلوب خلق الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق هذا الدعاء على سبيل التعليم لأمته. فعلينا أن نكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. أو في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبالتالي المسلم حينما يعفو عن إخوانه ويكون سليم الصدر ونقي القلب بالنسبة لهم، فهذه الأمور تعاونه وتساعده على أن يحبهم في الله سبحانه وتعالى، لأن الحب في الله عز وجل لن يتأتى وفي قلبك شيء بالنسبة للناس لابد. وسلامة الصدر لن تتأتى إذا لم تعفو، فهي أمور مترتبة على بعضها: أن تعفو وتصفح تكون سليم الصدر، وبالتالي تسود المحبة بينك وبين وبين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الذين يحبون بعضهم بعضا في الله. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وأيضا الله سبحانه وتعالى ينادي عليهم يوم القيامة ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وإذا أحببت إنسانا في الله فأخبره أنك تحبه، وعليه أيضا أن يخبرك أنه يحبك إذا ما أحبك في الله. لماذا؟ حتى تشيع المحبة بين الناس، يعني بدل من أن تشيع العداوة والبغضاء والغل والحقد فتشيع المحبة ويظهر حب الناس لبعضهم البعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان جالس معه رجل ومر رجل آخر
فالرجل الذي كان جالس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخبره أنك إيه؟ أنك تحب. فذهب إليه فعلا، وبعدين قال له: أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فحينما نتأمل في هذا الحديث النبوي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بكتمان المشاعر، وإنما أمره بأن يظهر المشاعر الإيجابية، المشاعر اللي فيها حب للناس، المشاعر التي فيها يعني محبة الخير للناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يظهرها وألا يكتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك. يعني رغم النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني كل الصحابة، ولكن يعني خص معاذ بهذا: والله إني لا أحبك. يعني أشاع النبي صلى الله عليه وسلم محبته لسيدنا معاذ، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا حينما يحب بعضنا بعضا فحتى ولو وقع إنسان في يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى ينتشي له من أجل محبة الناس له، أو من أجل حبه لهؤلاء الفضلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومن أهم الأمور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعين المسلم أيضا على أن يقوي الأخوة بينه وبين المؤمنين: المروءة، أن يكون الإنسان صاحب مروءة وشهامة، وأن يكون صاحب منفعات للناس وتنفيس قرباتهم وجبر خواطرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسن كما أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عز وجل عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى من عليك بنعمة ما، وبعدين الناس لجأوا لك، ربما تكون هذه النعمة وجهة اجتماعية، مكانة أدبية، أي أمر من الأمور، صاحب علم فيلجأ إليك الناس في حل مشاكلهم أو في مسائلهم الفقهية، صاحب مال، أي أمر من الأمور. يعني ليس شرطا أن يكون أمرا ما من عبد أنعم الله عز وجل عليه نعمة، يبقى إذن النعمة هنا إيه؟ يعني عام. فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني تسخط من لجوء الناس إليه، فقد عرض تلك النعمة للزوال. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. ليه؟ لأنك أنت كده أصلا تسببت في إذهاب النعمة عنك، لأنك تبرمت وتسخطت ولم تؤدي هذه النعمة حقها، ولم تشكر الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة بأن تحسن إلى الناس. وإذاك قل صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادة. شوف الحديث يعني تأمل فيه: إن لله عبادة اختصهم بالنعم. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم، يعني أي نعم هو من عليك بها، لكن يعني أراد منك أن تشكره في هذه النعمة بأن تحسن إلى الإيه؟ إلى الناس. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها. طالما أنك أنت تبذل من هذه النعمة وتشكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقر عليك هذه النعمة. يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. ومن أهم الأمور التي تعين المسلم على تقوية المحبة بينه وبين إخوانه من المؤمنين: كف اللسان، كف اللسان عن إخوانك المؤمنين من كلام فيما لا يعنيه، وغيبة ونميمة وترويج للشائعات وبذاءة وكذب وشهادة أي شيء فيه مرض من أمراض اللسان تبعد عنه. لأن المسلم الحقيقي كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم ليس كثير الصلاة وكثير الصيام فقط، وإنما أخلاقيات وسلوكيات أخرى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني كثير من الناس بيتحرزوا من الوقوع في الربا، وبعدين يقول النبي إن من أرب الربا أن تستطيل في أعراض الناس وأن تتكلم في أعراض الناس بالباطل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن من أهم الأسباب التي تكب
أو يكب الناس بسببها في جهنم حصائد ألسنتهم. يا رسول الله، أو إننا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم؟ ومن هنا أيضا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نطبق في حياتنا هذه الآية القرآنية، لأننا لو طبقناها يعني نقوي الأخوة فيما بيننا وبين بعضنا البعض، لأن هذه الآية ذكرت الكثير من المعوقات التي تعيق الأخوة بين المؤمنين مع بعضهم البعض. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى نهانا عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، ونهانا عن اللمز والغمز، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ونهانا عن سوء الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، ونهانا عن التجسس، ونهانا عن الغيبة، ولا تجسسوا ولا يغتب. شوف كم نهي قرآن في هذه الآية القرآنية المباركة من سورة الحجرات. فالسخرية من الناس والتحقير تكون غالبا ناتجة عن التكبر، والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق، يعني إنكار الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني كفاك شرا وإثما وذنوبا وسيئات أن تحتقر واحد من الناس لأنه أقل منك، سواء في العبادة أو سواء في أمور أمور الدنيا. وسوء الظن والتجسس وتكون غالبا ناتجة عن عدم سلامة الصدر وامتلاءه بالحسد والغل والحقد الكامن في الصدور كما أسلفنا وذكر. والغيبة والاستطالة في الأعراض، وهي من أهم أسباب البغضاء، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تباغضوا. إذن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم حينما يطبق هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية التي سبق وذكرتها آنفا، يخرج بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويكون قلبه سليم وصدره نقي، صاحب قلب مخموم وقلب سليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف بين المؤمن وإخوانه المؤمنين، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحب، ولا تؤمنوا حتى تحب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام هنا ليس السلام باللفظ فقط، يعني ليس معناه أنك أنت تقول للمسلم السلام عليكم ويقول لك وعليكم السلام، وإنما السلام هنا أي نعم هو سلام لفظي وسلام قلبي. أفشوا السلام يعني يكون في أمان بين المؤمن وأخيه المؤمن، يكون في سلام، اللي هو مش معنى أنك أنت تقول السلام عليكم وعليكم السلام وبعدين يذهب من وجهك وتتكلم في حقي بكلام لا يليق. فمعنى نشر السلام يعني نشر الأمان ونشر السلام، سواء السلام القلبي كما قلنا أو السلام اللفظي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يعني كما أن الحلاق يقوم بحلق الشعر، فكذلك الإفساد بين الناس يحلق الدين، يعني ينزع الدين عن الإنسان كما يحلق الشعر عن عن الرأس. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل إنسان إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية لمسلم أيضا: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني في بغضاء بينهم وبين بعضهم البعض، فيقول الله سبحانه وتعالى: أركوا هذين حتى يصطلحا. ومعنى أركوا هذين حتى يصطلحا يعني أخرهما، أخرهما. شوف أنت بتعرض نفسك لتأخير رحمة الله وغفر ربنا، بيقول للملائكة: لا أخروه، أخروه كده من رحمتي ومن مغفرتي، حتى إذا كان هو أصلا غير قادر على أن يسامح وعلى أن يعفو وعلى أن يصفح،
ويتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ما ربنا قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي رواية ثالثة لهذا الحديث في صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى كل واحد يرجع له عقله ويتسامح ويتصالح مع أخيه المؤمن. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.